رجع يسوع المسيح من الأردن ممتلئ من الروح القدس، وطبعا راح لمدينة الناصرة، واحنا بنعرف انه رفضوه في الناصرة، لكن جاء هنا لتتميم النبوات ولأنه المنطقة موقع استراتيجي مهم جدا. عاش المسيح مش أقل من سنتين حول بحيرة طبرية، وكانت كفر نحوم تعتبر موطن يسوع الثاني. في إنجيل مرقس الإصحاح الأول مكتوب عن يسوع: خرج من المجمع وللوقت دخل بيت بطرس. شيء جميل إنه بتشوف دقة الوحي والتدقيق في كلمة الله. المسافة قصيرة جدا، بسيطة جدا. خرج من المجمع، دخل بيت سمعان بطرس، وطبعا شفى حماة بطرس في نفس هذا المكان. وهذه تعتبر يعني المنطقة مزدحمة من معجزات يسوع المسيح. خدمة يسوع: أرسلني لأبشر المساكين. وهي يعني إرسالية يسوع. لما ابتدأ العزة على الجبل، مكان مش بعيد عن هذا المكان في جبل التطويبات، قال: طوبى للمساكين بالروح. هذا المسكين صرخ والرب استمعه. الرب يسمع صرخة المساكين. فإذا كان في اهتمام خاص في المحتاجين والمساكين اللي أعلنوا إفلاسهم الروحي، ما عندهم أي حيلة سوى نعمة الرب وقدرة الرب. فخدمة يسوع هي كان يكرز بالإنجيل، يعني الأخبار السارة، الأخبار السارة اللي موضوعها يسوع المسيح عم بيصير بين الناس. وهو يسير بين الناس كانت قوة تخرج منه لشفاء الناس. في كل مكان كان يروح إليه كان في بركة، يبارك الناس ويصنع خير ويعمل أمور خارقة حتى إيش الناس تتبارك من خلال حضوره. هاي الكرازة كانت مؤيدة بالأعمال وبالقوات والمعجزات والآيات. فالمسيح بعد ما كان يعلم ويكرز كانوا يأتون بالمرضى، ومرضى كثيرون، يعني كل أنواع المرضى مش نوع واحد، كل أنواع المرضى. مكتوب: وجميع الذين لمسوه نالوا الشفاء. جزء من خدمة يسوع كمان كانت تحرير الناس، العتق، كأنه عم بيطلقهم من أرض العدو، من السبي، حتى يعيشوا بحرية يسوع المسيح. واحدة من مواصفات المسيح أنه يفتح العيون. فتح العيون كانت دلالة على لاهوت يسوع، وعلى أنه المسيح هو المسيح الذي يصنع هذا الشيء. ثم رسالة يسوع المسيح هو رجاء، هو نور للأمم، وعلى اسمه يكون رجاء الأمم. جاء المسيح ليعوض عن كل السنين اللي أكلها الجراد والتعب والعناء والشقاء، حتى يعطي الإنسان الشفاء الكامل، قلبا وقالبا، جسدا نفسا وروحا أيضا. كان يطوف مثل ما ذكرت في كل قرى الجليل، يعلم، يكرز، يشفي، يخرج الشياطين. يسوع الذي من ناصرة الجليل، كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة، الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتسلط عليهم إبليس، لأن الله كان معهم.